السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لإخواننا الموجودين معنا، تحية للجميع، تحية لإخوان في المهجر، اللي في بلاد المهجر، تحية لإخوان الجزائريين، تحية لإخوان المغاربة في كل مكان، والإخوان العرب في جميع الدول العربية. أهلا وسهلا بكم، مرحبا أو ألف مرحبا. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو اللي طلبوني عليه جميع، شحال ديال الناس اللي طلبوني عليه على هذا الفيديو. قالوا لك تكلمنا يمشي الواحد يخطب شنو كيدي. الوغ اول مره الواحد تيمشي يخطب تيدي بوكي دو فلوغ، هو الاول تيمشي عند فلوريس تياخد لي فلوغ وتيصيفطهم لادريس ديال العروسه. هادو الناس اللي شويه اللي متمكنين والحمد لله عندهم ميسورين. الناس اللي بسطاء تيمكن لهم ياخذوا من المارشي الورد بوكي دو فلوغ وتيعبيو في يديهم. الوغ مع البوكي دو فلوغ كنديروا لي شوكولا تيمشيو. اول هذا اول لقاء اللي كيمشي الواحد يخطب، باقي ما عارفش العروسه، باقي ما عارفش العائله ديالهم، باقي ما عارفش واش هاد الجواج غادي يكون ولا ما يكونش. المهم غادي يمشي ببلاطو ديال الشكلاط، اون كوب ديال الشكلاط بحال هكذا، غادي نعمروها بالشكلاط ولا بحال هادي، ولا اون كوب هكذا غنعمروها بالشكلاط، كل واحد على قد جهده. غادي نعمرو لا كوب بالشكلاط وغادي نديوها هي والبوكي دو فلوغ. هذا اول لقاء غادي يكون مع اهل العروس. من بعد كيجي اما الكمال ولا ضريب الصداق، داكشي على حسب كل واحد. كاين اللي كيقول لك انا غندير الكمال وعاد من بعد نديرو ضريب الصداق. كاين الوغ الكمال حتى هو عاود تنديرو لو بوكي دو فلوغ وعاود تنديرو الشوكولا. كاين ديك الساعة اللي كيعبي شي حاجة ديال الذهب، كوليي ولا دمليج ولا مكانة ولا هذا، كيديهم معاه الأول الكمال. ألوغ المرحلة ديال الكمال تدوز، بحال دابا كيدي مكانة هكذا ولا كيدي كوليي، ولا كل واحد على قد جيبو على قد المستقطع ديالو. تيدي بحال دابا كوفخي صغيور هكذا هكذا، كوفخي صغيور تيكلو يدير بحال دابا هادو. دايرين هنا المكانه، غادي تكون هنا المكانه. كاين اللي كيدير زويوقات هكذا، كيدير اسم الله محمد، كنديرو بويضات حتى هما بحال هاد الشكل هذا. هادو غير باش نزبقو الكوفخي. هذا كوفخي صغيور ما كيمشيش خاوي، تيمشي شويه معوض معمر. وهادوك لي زاكسيسوار تيبقاو للعروسه.
اما داك الكوفخي ولا هاد لو بتي كوفخي هكذا، المهم كل واحد على قد جهده. الوغ هذا النهار ديال الكمال، كاين اللي كيزابي هاد النهار ما كيديروش وتيمشي ديريكتومون للعرس ولا ضريب الصداق. الوغ ضريب الصداق، ضريب الصداق اللي بغى يدير عود الشكلاط كيديرو، ولكن ماشي ملزوم، ما كيمكننا ما نديروش. ضريب الصداق تيمشي الدفوع الكبير على حقه وطريقه، تيكون شحال من واحد تيدير النهار ديال ضريب الصداق تيدير العرس حتى هو، تيكون العرس وضريب الصداق اون ميم طون. الوغ غنرويكم. الوغ تتمشي بحال هكذا ميده، كنديروا فيها العود القماري، كنديروا فيها المسكة الحرة، كنديروا فيها قرعة ديال الحليب، كنديروا فيها قرعة ديال الزهر، كنديروا المصحف. المصحف تنصحكم باش ديروا لو كوفخي ديال المصحف يكون خاوي بحال هكذا، راه ما في قلبوش المصحف نهائيا. انا غنرويكم هذا المصحف، هانتوما كتشوفوه خاوي. علاش كنديروه خاوي؟ لان ملي كنكونوا داخلين بالميده ديال اللي فيها المصحف، كاين الناس اللي كيهزوا هذا الميده كيكونوا لا وربما ما موديانش ولا شي حاجه. الوغ كنيفيتيو هذا المشكل يوقع، كنعطيو المصحف خاوي حتى تيمشي، كنعطيو غير الكوفخي ديالو حتى تيمشيو لدارهم عاد تيحطوا المصحف فيه. الوغ هذه ميده كيف قلت لكم، الحليب الزهر، الحليب كيعطي الصفاء والنقاء، البياض ديال الحياه الزوجيه، الزهر حتى هو داك الزهر الواحد تيعطي الزهر الحياه ديالو، كتكون كلها مليئه بالزهر وبالسعاده. هاد الاشياء كلها عندها معنى ديالها، ماشي هي جات هكذاك وحطيناها، راه كل حاجه عندها المعنى ديالها اللي كتمشي لهاد فهاد ضريب الصداق. الوغ كنديروا ميده ديال التمر، هذه بحال دابا بياس مونطي كتكون كلها طالعه بالتمر، ولا كنديروا باز ديال التمر، كل واحد على قد جهده على قد جيبه على قد المستطاع ديالو. الوغ من بعد كنمشيو الميدة ديال الحنة، الوغ الميدة ديال الحنة كيف تتشوفوا هنا كنديرو بحال دابا دي بواط هكذا، كنعمروهم بالحنة، كنديرو فيها الاسم ديال العروسة أو العروس اللي طلبهم عند الطلب. هادو دي بتيت بوغس هما كنديروهم ديال الحنة، كتعطيهم العروسه لحبابها وصحابها وكلشي. وهنا كنديروا الورد البلدي، انا دابا هي كنرو بكم النموذج، مازال ما عمرناهاش بالورد البلدي. كتمشي الميده ديال الحنه هكذا، عندنا اشكال ديال الحنه، كاين اللي كيدير لي بوغس بحال هكذا، كاين اشكال وانواع مختلفه، كاين اللي كيدير جبابن وحده معمره بالحنه وحده بالخزامه وحده بالورد البلدي، كل واحد وشنو كيدير. حنا عند الزبون كل واحد تنديروا له اللي بغى. الوغ كندوزو لهنايا ميده ديال لي كادو، كيمكننا نديرو تفصيله اللبسه اما مخيطه او بلا مخيطه، كل واحد ونظرو. كنديرو صباط، كنديرو ساك، كنديرو دي بارفان، كنديرو ماكياج، كنديرو بحال هادو دايرين هنا لا فوغور، ودايرين الساك، الساك مغطي ما بغاوش يعريوه. وهنايا اللبسه توب باقي ما مخيطش. الوغ هادو دابا وصلنا لثلاثه الميادي، هنا كيمكننا نديرو الذهب. الذهب تتمشي بحال هكذا الميده، وكل واحد كيف قلت لكم على حساب المتطلبات ديالو. الوغ هنا ميده ديال الذهب، هادو ربعه الميادي، عندنا العود القماري، عندنا التمر، عندنا الحنه، عندنا الذهب، وعندنا لي كادو 1 2 3. الوغ دابا وصلنا لخمسه ديال الميادي، خمسه ديال الميادي. كاين اللي كيبغي يدير داك النهار ملي كتقطع الحلوه لا ماغي،
بالكسوه بيضاء، كتبغي تعطي دي بتي كادو لا فامي ديالها ولا الاصدقاء ديالها، الناس اللي موجودين في العرس، تتعطيهم دي بتي كادو باغ اكزومبل بحال هاد الشكيلات هكذا، تيكونوا تنديروهم اما في اون بياس مونطي هكذا، ولا كنديروهم في اون كاج باغ اكزومبل. هاد لا كاج هادي حتى هي كتمشي النهار ديال العرس، نهار ديال دري الصداق، كتكون عامره بلي سوجي ديال لي دراجي، كتفرقهم العروسه على جميع المدعوين. هذا هو اللي كنت باغيه نربيكم، واللي الناس كلهم طلبوني على هاد الفيديو هذا. الوغ الميادي كيمشيو كيف ما كتعرفوا خمسه بحال بحال، سواء هاد الشكل هذا، سواء هاد الشكل هذا، سواء هاد الشكل هذا، الوغ كيمشيو بحال بحال. كاين اللي كيبغي يدير جوج الشكال، الا كانوا خمسه اكثر من خمسه ديال الضيافر تنديروا لهم شكل اخر، كيكون مطابق مع الالوان ومع الاشكال. وهذا بحال دابا الا درنا هاد الابيض هذا، كيمكننا نزيدو معاه هذا، ولا نزيدو معاه هذا، ولا نزيدو معاه هاد الشكل هذا. هادو كلهم كيمشيو متوالمين، لان عندنا الدوغي اللي حاكم علينا، تيمكننا نمشيو مع الاشكال ديال الدوغي الاخرين. الوغ هادشي اللي كاين اليوم، انا قلت لكم شنو تخص يكون، وداك الساعة الواحد اللي بغى يزيد، اللي بغى يزيد فاكية، اللي بغى يزيد نوغا، اللي بغى يزيد داكشي بحر عميق وطويل كل واحد وشنو كيبغي يدير. عندك الغدا ديال الصبوحي، العروس كيبغي يرد داك الميادي، ما كيبغيش يردهم خاويا، الوغ تيعمرهم، ما تيمكن له ما يعمرهمش كاملين، يعمر جوج ولا ثلاثه على حسب جيبو حتى هو، وعلى حسب شنو غادي يدير فيهم. اللي كاين اكيده واللي كتكون مؤكده هي المحنشه، كنديروا محنشه حتى هي كتمشي كترجع للغدا في الصواب. كاين اللي كيدير كابغزال وغريبه حتى هو كيسميتو، وتيديروا الاكثريه لي كادو، لي كادو اللحمه، الوايس، اللوس، اللحمو، تنديروا لهم دي كادو، اما الباسي، اما ساك، اما بارفان، كل واحد وعلى قد جيبو وعلى قد المستطاع ديالو. دائما تيبقى هذا اختياري، ماشي لازم، ولكن هادو هما العادات والتقاليد ديالنا. كنتمنى نكون وضحت لكم شويه هذا الشيء اللي كيكون في ضريب صداق. اللي بغات تعرف اكثر واكثر تواصل معايا، وانا نقول لها شنو كاين على راسي وعيني. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. واللي ما باقي ما تشاركش معنا فضلا ماشي امرا، يدير لنا اشتراك، يدير لنا لايك، ويخلي لنا تعليق. وشكرا لكم، والى ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.